بهيدي الايام ضروري تتكلي، ضروري تكوني مسؤوله عن حالك، ضروري تكوني قادره انت تكون عندك شخصيتك، يكون عندك حياتك. على فكره انا في شغله ابدا ما بحبها، لما قلت لكم الشخص الاتكالي، والاتكالي بيجي باي صفات وين ما كان، وزيادة لما لنقول انه انت بنت، اوكي يمكن تتجوزي وتربي عيال وتقعدي تعملي عائلتك وتشيلي كل هول من منها، بس ما فيك انت يوما ما، لا سمح الله، ما حدا بيعرف الايام كيف بتقلب، ما حدا بيعرف شو الظروف الحياة اللي بتصير، الاهل منهم دايما موجودين حدنا، ما بتعرف كيف تتغير الامور، يمكن ما توفقت انت وزوجك اللي هو كان عم بيعيشك، لنقول شو بتعملي انت؟ كبك انت واولادك مثلا، شو بتعملي؟ ما فيك. اذا ما معك سلاح بايدك لحتى تدافعي عن انت، ما فيك. حتى حتكوني انت الكائن الضعيف ومجبوره تتحملي كل ضغوطات الحياه، ويمكن تتحملي خيانه، تتحملي ضرب، بس لانه انت مش قادره انك تتكلي على حالك. وعم بقول لك تتكلي على حالك، هو ماشي عندك هالسلاح اللي هو علمك، اللي ممكن يوما ما اذا ما عم تعوزي، اذا عم تقولي انه انت حتتزوج وبتاع، يوما ما يمكن تستعمليه، ويمكن ما تشتغلي بالعلم تبعك، بس العلم شو ما كان الاختصاص اللي بتعمليه هو بحد ذاته حيعلمك شيء، او حيخليك تكوني ردي انك تكوني موجوده مطرح ما، ان كان عملتي اختصاص ما بعرف شو او مدري شو او مدري شو، قادرة انت تفوتي بأي مجال بالمستقبل إذا سكرت الدنيا بوجهك، ويمكن ما تسكر ويمكن ما تعزيهم، بس إذا هلأ قادرة وأهلك حيساعدوك، ليه لا؟ تعلمي. شو ما بدك تشغلي راسي؟ ما بدك تدرسي؟ ما بدك هيدي ساعتها يعني انت ما عندك ما عندك الويل، أو ما عندك القدرة، أو ما بدك انت تشتغلي على حالك، لأن يعني ما في عائق بالحياة ابدا 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 الا الصحة. اذا الله عطيك العقل، ليه ما بتستفيدي منه؟ لمين تركتي؟ شو بدك تشغلي؟ تشغلي تحفظي طبخة مثلا يوما ما؟ شو بدك بالطبخة؟ احفظي